الليلة يدرك حجم صعوبة الشخصية التي اخترناها لخطورته الفنية تميزا وكفاءته البارعة إنجازا وقدراته الفذة إبهارا. إنه العملاق عمر كدرس، أحد أهم الرواد في الموسيقى والغناء السعودي. قال عنه الشاعر الكبير طاهر زمخشري: إنه مكتبة متحركة ومثقف عصامي، علم نفسه بنفسه، الأمر الذي صنع منه ملحنا مفكرا وليس مجرد موسيقي. والحديث عن الملحن القدير عمر كدرس، الملحن الذي قدم للأغنية السعودية والعربية أعذب الألحان. عمر كدرس كان فنان عظيم يعمل في صمت، لا يحب أن تكون حوله هالة أو غيرها، ولكن كان يحب أن يقول عمله عنه ما يترجم ما يقوم به عمر. ولد عمر نوح فلاتة الذي لقب فيما بعد بعمر كدرس عام 1933 في غرب المملكة العربية السعودية، واستقر في المدينة المنورة حيث بدأ حياته بالعمل الشاق المضني مكافحا مجتهدا في عدة مهن، حتى تعرف في جدة على صالح سنبل الذي كان له صالون ثقافي مسائي يجتمع فيه الأدباء والمثقفون والفنانون والرياضيون للنقاش وتقديم ما لديهم من إبداعات. ويبدو أن كدرس الذي كان عاشقا منذ الصغر للعزف على العود وترديد أغاني سيد درويش وعبد الوهاب ورياض السنباطي وزكريا أحمد وأحياء بعض حفلات الأعراس، وجد طالته في ذلك الصالون، فحرص على حضوره والتعريف بنفسه من خلال عزف بعض المقطوعات، ناهيك عن تعزيز ثقافته العامة بما كان يجري من نقاشات فكرية وأدبية. عمر كدرس أصله من مواليد مكة من المسفلة، وبعدين راح المدينة، وبعدين يعني بطبيعة الحال فنان كبير يعني، وعنده خلفية تراثية عظيمة جدا. كدرس هو ابن حارتي في مكة، ابن المسفلة، وأنا ابن المسفلة. كنا نجتمع في بيت يرحمه الله الأستاذ عبد المعين محمد حسين، عمر كدرس وعبد الرحمن حجازي وأنا وبعض الذين كانوا مبتدئين معي. أنا كنت لا أعزف عود في تلك الفترة، فكان يعزف لي أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب فريد الأطرش وأغاني محرم فؤاد، يعزف لي من أغاني الأستاذ طارق عبد الحكيم، يعزف لي من الدانات، يعزف لي وأنا أغني معه. كسب كدرس الكثير من حضور جلسات صالون سنبل الثقافي، وعزز مواهبه الفنية وثقافته الأدبية بالاطلاع على الكثير من الكتب المتوفرة ذات الصلة بالأدب العربي القديم وبالتراث الموسيقي السعودي والمصري، فغدا مؤهلا للحصول على وظيفة في الإذاعة السعودية، خصوصا بعد تأديته بعض ابتهالات حسن لبني وعبد الرحمن مؤذن وغيرهما، وبعض أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب ونجاة الصغيرة بصوته في حفلات الأعراس. الأستاذ عمر كدرس جاء في مرحلة، وأنا متذكر أنه أول مرة تطلب مني الإذاعة أنه أقدم نصا غنائيا، وقد قدم الأستاذ عزيز ضياء وقدم الأستاذ أحمد قنديل نصوصا لأغاني في المرحلة اللي بدأ فيها البحث عن أغاني وتسجيل أغاني، وقدمت أنا نصا أيضا فأحيل، لكن لم يحال، كنت أبغى يحال الأستاذ عمر كدرس ولكنه أحال الأستاذ حامد عمر. قلنا أنه بنى نفسه كفنان، بنى نفسه كمثقف وكقارئ جيد جدا، والقارئ الجيد طبعا يعطي، لأنه دائما فاقد الشيء لا يعطي. كان هو قارئا جيدا بلا شك، كان يهتم جدا بكل بعد جلساته في صوالين الكبار، هؤلاء الكبار في جدة، أصبح يثقف نفسه بنفسه. وكانت مهمته في بيته القديم في شارع المينا، مثلث مدخل المينا، وكان عبارة عن غرفة وصالة صغيرة وكأنها قبو، كنا نسميها قبو، إحنا كنا نسميها قبو عمر كدرس. كان هناك مكتبته الجميلة، كانت هناك أيضا اهتماماته الخاصة في تقديم ما يمكن أن يقدمه
لأولئك الأصوات القادمين للساحة في تلك المرحلة في الستينات اللي هم طلال مداح ومحمد عبده، وقدم لهم الكثير وساهم أيضا في صناعتهم كمطربين كبار في البدء من خلال عمله معهم كعازف أيضا في الحفلات كمستشار ليهم في بحكم تجربته الأسبق وأسبقيته في الساحة. كان همه أيضا أن يقول أنني من يستطيع بالفعل بعد أن صنعت وطرحت اسمي بقوة أن أقدم أسماء عظيمة تتحمل فعلا رسالة الفن السعودي. هكذا شق الرجل طريقه إلى الإذاعة السعودية حاصلا على وظيفة في فرقته الموسيقية قبل أن يصبح عازفا محترفا من عازفي العود والكمان في الفرقة، إلى أن غدا مع حلول أواخر الخمسينيات اسما موسيقيا معروفا. وفي الفترات اللاحقة تدرج في عمله بالإذاعة السعودية، إذ أصبح عضوا في اللجنة الخاصة بدراسة أي عمل غنائي قبل اعتماده، ثم تم تعيينه مستشارا في إذاعة جدة فرئيسا لقسم البرامج الشعبية فيها. الأستاذ عمر كدرس كان مخزون فني هائل، ثقافة موسيقية سمعية عالية جدا جدا، استفادة من التراث السعودي وتأثر بالثقافة الفنية العربية الخارجية والتركية، فكانت جمل الأستاذ عمر كدرس تدل على يعني انتهى وذروة التذوق والحس الفني الموسيقي. وعلى الرغم من قيامه مبكرا بتأدية أغاني الآخرين بصوته، وعلى الرغم من قوة وجمال صوته وقدرته على استغلال هذه الميزة في البروز على الساحة الفنية كمطرب جماهيري، إلا أنه فضل أن يكون ملحنا في المقام الأول. طيف وشغل قلت بيشغلني ليه الطريق، طيف وشغلني قلت بيشغلني ليه، هو فاكر ولا ناسي وحدتي وشوقي إليه، هو فاكر ولا ناسي وحدتي وشوقي إليه، مري من غير ما يواسيني، مري من غير ما يواسيني، بس مين يفتن عليه. المعلم الفني التراثي الثقافي كان يؤدي أداء لا يمكن إلى هذه اللحظة أنه يجي أحد يؤدي نفس الأداء أو نفس البصمة أو نفس الليفل الخاص بالصوت أو نبرات أو السوبرانو اللي يقوله.
منح كدرس ألحانه لقطبي الأغنية السعودية طلال مداح ومحمد عبده، فغنى له طلال يا ساري خبريني ويا موقد النار وصاح الطير ومقبول منك وردك يا زرع الورد. وردك يا زرع الورد فتحوا المال على العود والفرقيع الورد والجمال موعود. وردك يا زرع الورد فتحوا المال على العود والفرقيع الورد والجمال موعود. وردك يا زرع الورد وردك يا زرع الورد. أما محمد عبده فقد غنى له قالولها في الحارة وسكب دموع عيني وأحلى من العقد وزل الطرب وتدلل ووهم ورائعته ليلة خميس. أحلى من العقد لباسة، أحلى من العقد لباسة، وأحلى من العقد لباسة. محمد عبده قال مرة أن عمر كدرس هو الفنان الأنيق صاحب الألحان الأنيقة، ألحانه دائما تأتي بأناقة فيها الكثير من أقدر أقول الحداثة، حتى تلك الألحان التي قدمها في الستينات والسبعينيات القرن الميلادي الماضي، إلا أنها فيها الكثير فعلا من الأناقة في التعامل مع المستمع، الأناقة في إيصال جمل عجيبة قد تكون ولو أن فيها رائحة الأرض والتراب وهذه الروح التي نعيشها من ترابها إلى سماها، إلا أن عمر كدرس بالفعل شخصية فنية مختلفة عن السائد عنده. أجمل الألحان للأستاذ طلال مداح وللأستاذ محمد عبده. من ينسى في الطريق مرة قبلني أو أغنية في ليلة خميس أو بعض الأغاني، وقد قام بتعديل بعض الأغنيات لكثير من الفنانين الذين قدموها، وتحس أيضا بهمسته في هذا العمل أو لمسته في هذا العمل أو ذاك العمل. أول طرفة لها أنه يعني الكاتب ما كان كاتبها بالشكل هذا، يعني في البداية كانت فكرة كده، جيت في الأوتيل الأمير خالد بن يزيد في الميريديان وجدت بشخبط على ورقة كده بيكتب فيها، فبقول له إيش هذا؟ قال لي طفشان وبيتسلى في الورقة دي، ضايق صدري، إيش رأيك نروح البيت عندك نشرب فنجان شاي؟ قلت له والله حظ مبارك ومناسبة، مدام طفشان قم غير جو. ورحنا في البيت عندي سوينا فنجان شاي وقعدنا نهرج، برضو ندر الورق وقاعد يشخبط فيها. استغربت انه بقول له ايش بتشخبط انت وريني، واشيل الورقه والاقي فيها ليله خميس طرز بها نور القمر شط البحر. بس وقف والله، قلت له حلو. قال لي ازيدك من الشعر نصف الشعر والليل من فرح وعريس ليله خميس. قلت له اخ ممتاز، هات وريني كده. قال لي خلينا نكمل. قلت ولا تكمل، هات. حطيتها ليلة خميس في الحال، طلع اللحن لحن في الوقت نفسه. فالحقيقة عملنا المذهب ده بالعجالة هذه بالشكل هذا على الكلمتين هذه، ما في ولا شيء. هات أكملها. قلت له ولا تكمل. أخذت المسودة منه وطبقتها حطيتها في جيبي. طيب غلق؟ قلت له لا تغلق، لا أكملت عليها أي بيتين تاني خربت، خليها. Oh.
من الذين تغنوا أيضا بألحان كدرس من الفنانين محمد عمر وعلي عبد الكريم والمطربتان وعد وابتسام لطفي، ومن الدول العربية وديع الصافي أغنية ما شفت أنا أبها من طلتك يا أبها، ومحمد ثروت أغنية أوعى تحسبني، وهيام يونس وعلي عبد الستار والتونسي توفيق الناصر. منظري سر لاعب مدي العمر عمري، منظري سر لاعب مدي العمر عمري، وابها يا ناس بها وابها يا ناس بها. شفت أنا أبها من طلتك أبها، شفت أنا أبها. عاصر عمر كدرس الأغنية السعودية 40 عام، ساهم خلالها في تقديم الفنان الكبير محمد عبده في بداياته، كما اشتهر بأكثر من لحن مع العديد من الأصوات المحلية والعربية التي حققت الكثير من النجاح. في داخلي هذه الحياة الخاصة مع عمر كدرس كونت في داخلي مرجعية موسيقية فنية كبيرة احتفظت بها نفسي، وساعدتني لأن أكون ذلك الصحفي الذي أصبح صاحب مرجعية يعمل من مرجعية، حتى ولو أنه لا يعطي إلا ما يمكن أن يعطيه للإعلام. فوجع الوسط الفني في المملكة برحيل الملحن الكبير عمر كدرس يوم الأربعاء 9 من ذو القعدة بعد صراع مع المرض داهمه منذ ما يقارب 8 أشهر، حيث أدخل للعناية المركزة بعدما أصيب بجلطة في الدماغ وازدياد في شريان القلب، وبعدها بـ2 استقرت حالته وغادر المستشفى وخلد للراحة بمنزله ليداهمه المرض مرة أخرى ويسلم الروح إلى بارئها.